وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتبة والأكاديمية الأستاذة بثينة خليفة قاسم. مساء الخير أستاذة بثينة، رحب فيك في استوديو مركز الأخبار. أهلا وسهلا بك يا هلا أستاذة بثينة. يعني بعد إعلان الرفض الضمني للمطالب على لسان وزير الخارجية القطري، يعني برأيك إلى أين تسير الدوحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحسن الاستضافة. أجزم بأن الدوحة نفسها لا تعلم إلى أين المسير، لأن الحالة التي تعيشها الدوحة اليوم هي حالة لها علاقة بأصول تنظيرية في علمي الاجتماع والسياسة، متعلقة بنظرية علم الجماعة أو تفكير الجماعة، ما يعرف بالجروب ثينك. وهذه نظرية تشير إلى كيفية تأثير فكر الجماعة على قرارات أعضائها، وأحيانا تدفعهم الرغبة للمواءمة مع فكر الجماعة إلى الانحراف الفكري، وهي حالة شبيهة بما مرت به الولايات المتحدة الأمريكية إبان حكم بوش الإبن أثناء غزو العراق في عام 2003، حيث مكن ذلك وصول بعض الشخصيات المتطرفة للحكم من أمثال رامسفيلد وديك تشيني، وكيف أثروا ذلك على اختطاف القرار الأمريكي. مما لا شك فيه أن القرار القطري اليوم هو قرار مختطف، وهي نفسها مش عارفة وين تروح. وطبعا هذه النظرية من مظاهرها الغرور والتعنت وعدم الانصياع للنصائح المسداة إليها. من يختطف هذا القرار؟ هنالك مختطفين من الداخل لعله، واللي هم مرتبطين أصلا بتنظيمات وميليشيات إرهابية خارجية ربما المقام لا يسع لذكرها. هنالك تنظيمات لها دخل بالقاعدة، تنظيمات فروع عن القاعدة كجبهة النصرة بسوريا، ولعلنا ندرك ونؤمن بل أن الشواهد كثيرة على مدى دعم قطر لهذه التنظيمات الإرهابية. وتصريح وزير الخارجية الأخير بأنه هذه المطالب لم تعرض إلا لترفض، هذا دليل قاطع على أن قطر مختطفة أصلا. ربما ارتباطاتها بهذه التنظيمات يجعلها من الصعب بمكان الانفلات أو الخروج من هذه الدائرة التي وضعت نفسها فيها. نعم، يعني ربما ما يعزز كلامك أستاذة بثينة أن المطالب التي ترفضها الدوحة اليوم، نعم، هي نفس التي وقعت عليها في 2014 بالضبط، رغم أنها لم تنفذها. يعني نعم. يعني ما الذي جعلها تتغير الآن؟ هو الذي جعلها هو الازدواجية وعدم الوضوح في مسار خط السياسة الخارجية القطرية. يعني لاحظنا حينما دبت الأزمة الأخيرة، لاحظنا اللقاء التلفزيوني الذي صرح به وزير خارجية قطر سابقا شيخ حمد بن جاسم، إلى أي مدى حلله محللي مضمون الخبر بأنه متناقض. فهو تارة يصف رئيس أمريكا بالشجاع، وتارة يصف أو ينتقد اتهاماته لتركيا لقطر بدعمها للإرهاب. فالذي تغير لم يتغير شيئا، كل ما هنالك أن السياسة الخارجية لقطر سياسة لا تمشي على وتيرة ثابتة. نعم. سياسة متذبذبة غير مستقرة. هم يقولون بأن التدخل أو المطالب هي التدخل في شؤون قطر أو في سياسة قطر الخارجية. نعم. يعني ما الذي يجعلهم يقتنعون بأن سياسة قطر الخارجية هي في التدخل في شؤون الدول؟ هذا كلام غير سليم. يعني للمفارقة بأنه في الوقت الذي تؤكد فيه كافة الأنظمة العربية بأنه الخطر الذي يداهم المنظومة العربية هو خطر متأتي من إيران، تؤكد قطر بأن إيران هي جزء من الحل، حل الأزمة في المنطقة. ولعلنا نستذكر جميعا إلى أي مدى وقفت الدوحة إلى جانب أو ضد قرار مجلس الأمن 1696 في عام 2006، وهو القرار الذي كان يندد بالاتفاق النووي الإيراني. فما يحدث أن قطر غير معترفة بأن هنالك خطر يداهمنا جميعا نحن كمنظومة عربية، وتقتنع بأنه الخطر للأسف متأتي من المنطقة أو منطقة الجوار، علما بأنه الباب موارب لها على مدار أو منذ 20 عام، ونحن نأمل بأنه الدوحة ترجع لصوابها ولعقلانيتها وللبيت الخليجي. ولا تزال يعني تصريحات المسؤولين في منطقة الخليج العربي تؤكد على أنه الباب موارب لها إذا ما أرادت أن تعود لأحضانها. نعم أستاذ بثينة، لا شك أن هناك مسؤولية يتحملها النظام في قطر بخروج عن الإجماع الخليجي والعربي، وبالتالي المعاناة التي ستقع على الشعب القطري. يعني برأيك هذا هو الخوف أستاذ علي. يعني نعم. إحنا الآن كمواطنين ما يهمنا هو الشعب القطري الشقيق، هذا الشعب الذي تربطنا به أواصر وعلاقات اجتماعية. ولكني أعتقد بأنه القيادات في منطقة الخليج العربي واعية وكبيرة، وبإمكانها أن تجنح للسلم، لقوله تعالى فإن جنحوا للسلم فاجنح وتوكل على الله. نعم أستاذة والكاتبة الأكاديمية بثينة خليفة قاسم، شكرا.